عمر سرقت بكذبي من عيني سرقت الهفا شو مشتاق شو مشتاق شو مشتاق برد الغربي يغمرني الدفا يغمرني الدفا علاقتنا. انت طلقت مرتك وزياد رافض يطلق. اصلا هو مختفي من الوجود. شو بدك نعمل؟ بنعمل فاتن. بدك نرفع دعوة عليه ونجبره يطلق بالقوة ومنربحها؟ اكيد. ليه هو ادنى؟ من بكره بقول لمحامية بلش بالدعوة. كتير عال هيك ريحتني. ما هذا اللي بدي اياه. في شي مضايقك بعد؟ حس بوجع راس قوي بس ما بدي من الحبوب اللي اعطيتني اياها امبارح مع انه ريحتني. شو بقى الحبوب اللي اعطيتك من امبارح؟ ما انا باخذ منهم كمان. اكيد اكيد. حبوب تم اكتشافها. اوكي انا بمكتبي اذا عطسني بشي تبقى احكيني. فاتن. نعم. خذي هدول حبيبتي. بعد ما اجى اخر الشهر. رجال بيقبض مرته بس باخر الشهر. تصوير مرتك بيختلف الموضوع. انت صرتي مرتي. دخلك بدي اسألك. على اساس كنا اربعة بالشركة، بطلت عم شوف حدا. شو ذكرك بالموضوع؟ كان بدي اسألك هالسؤال بس عم بنسى. يا حلي بالورق شو عم يراقبوا الشغل؟ يعني بطل في غير اثنين بالشركة، أنا وأنت. سامي وروني؟ ما عم شوفهم. في شي زاجي؟ لا. سؤال وخطر بدني. على اذنك.
من وقت ما حطيت الإعلان بالجرايد وعلى التلفزيون وبالإذاعة وقال الكريم خود. عظيم، كيف وضع الطلبيات؟ طارت ثلاث أرباع البضاعة، الظاهر ما عم تعرفي؟ على أساس كان عندي موعد مع مدير المخزن والمسؤول عن المبيعات بس ما فطيت. اطلبي لك شي طلبية تانية ستنا. ومين قال لك ما طلبت؟ يا عيني عليكي، هذا شغل. عود. أسعد بدي منك طلب وطلب خاص. أموري ستنا، أسعد منعم بتصرفك. فوتي فاتن فوتي. راسك عم يوجعك؟ كتير. إذا بدك بجيب لك مساكن تاني. لا، أعطينا من حبوب امبارح. أنا قلت لها يعجبوكي. بتعرف؟ أعطينا حبة تاني. ما سويه عليك يا حبيبتي. بدي ارتاح. من ليلتها حلفت قرب صوب هالوحش او اسمع بسيرته. مالنا ومال الوحش؟ خلينا ببنت الوحش. وين هي هلا؟ قال لي عمر عند عمتها سلمى. طيب حدا معه رقم تليفونها او رقم بيت عمتها سلمى؟ انه لو كان معي رقم التليفون شو بدي فيك؟ صحيح، هيدي بدها خطه وخطه مدروسه. ومين ملك التخطيط؟ خيك اسعد. ليك يا اسعد، إذا نجحت الخطة رح أعطيك شيك عبياض. فتنا غمرتينا بلطفك. قلت لي بدك وظيفة بالشركة؟ لا 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 ستنا، خليني هيك فالت أحسن لي، عم طقطق هون وهون. شفت كيف؟ قلت لك معي ما بتخسر. ستنا خطر براسي شغلة. رجعت حساباتي مزبوط، لقيت إنه وليد سعد له فضل علي، وأنا ما بنساه. لهالسبب بدي روح اعتذر منه وبوسه بين عينيه. ليه؟ لأنه لو ما منه كيف كنت تعرفت عليك؟ زيدي المسكن والخبز يا مرت خيي. هلا بتلفي لوليد بقول له جيبهم بطريقه. ما تعرفي جوزي، هلا بنت الغدا صارت واصله. كيف صار وجع راسك؟ منيح. بعدك حاسة بشي؟ حاسة بلق غمرك. ماشي معي يا حبيبتي. لوين؟ هلا بتعرفي حبيبتي. ما في امشي هيك بين الناس. ما تخافي، ما حدا رح يشوفنا. صرت متفهم وضعك، بس ما لازم تنعزلي عن الناس. لا، لازم تجيب الهم ووجع الراس. معك حق. انت الوحيد اللي بتعلق جدا.
وأنا معك بنسى كل همومي. ويوم اللي ما بمرق لحتى أخذك فيه بحس همومي الكون كله على راسي. تبغي فلوس؟ لا بترجاك عم تعطيني أتعبي وبكفيني. بس إذا اعتزت كلي؟ إذا اعتزت ما راح روح عند غيرك لأنه ما بقي لي غيرك. جهان مرحبا. أهلا تفضل. لايقة في مناسبة عيد ميلاد ست جهان؟ ليه ما قلتولي؟ مع القليلة كنت جبت شي من قيمتي، شي متواضع. حابة تحتفل معنا نحن وبس؟ صرت أفهم عليها أكثر منك. تفضلوا. دايما معنا بالشهر اليوم؟ 20. مثل هاليوم خلقت ست جهان. ومثل هاليوم تزوجنا انا وامل. فظاعه شو هالصدفه. جيت لهون سام. سام سام بقي كل سنة. إن شاء الله السنين الجاية تقضيهم بصحة منيحة وبفرح وبسعادة. تفضل.
انا رح فوت على المطبخ. مثل ما بتريدي. شفت؟ بتعملني مثل اختها. تعطيني يا سام؟ في دارة مع الست أمل. هيدي النعمة عشتها مرة، انسيها ما بقى رح تتكرر. بس عجبتها معلم أسعد كتير، على أساس هي منا شايفة على شكلك أبدا. وحياتك قربني منها تنصير صحبة وفيفتي فيفتي. لك هالصابة لك ولا مهبولة أو بلا عقل أنت؟ ليه؟ وللي مثلك ومثلي تلاميذ عندها بالتخطيط، واللي مثلها هي بتخطط ونحن بننفذ. طيب خلينا نجرب من شو خيفان؟ والله خيفاني تير راسي. وقلبط النعمة يلي عم بعتاش منها مثل ما حضرتك هلأ عم تلبط النعمة اللي عم تعتاش منها. طيب روق وقل لي شو هي الخطة الجديدة. واحدة من عمرك ومنتوفة مثلك كمان. وشو اسمها؟ هلأ بعد شوي بقول لك شو اسمها وبعطيك رقم تليفونها الشخصي وبقول لك شو تعمل. وقف لقلك ليه؟ وقف وقفنا. شو عم تعمل؟ ستة آلاف ليرة؟ ها وياهم ما في غيرهم، 6000 ليرة. عظيم، بتنجح بالخطة. شو عرفها؟ لأنه اللي مثلك لما بيدفروا بينجحوا. إيه بس حساب حسين ده بمصاريف التحركات. ولا يهمك محسوبة، عود لك. وفتح دينيك منيح واسمع شو رح اقول لك. شو عم تعمل شطورة؟ عم بتجد المخدرات يا سام؟ أنا بدي فوتك على الحبس. فوت أنا وياكي. ما أنت شريكتي أو نسيتي حالك؟ أنا موظفة بشركة للمقاولات. هيدي الشركة للمقاولات بس بالظاهر، أما بالباطن هيدي شركة العالم التاني، عالم المخدرات، العالم اللي بيجيب المال واللذة. انت احقر انسان شفته بحياتي. بس بحبك. كذاب. ضربيني بعد، ضربيني بعد. انت انسان بلا احساس. ما
بدك ترجع عهد وليد بيك؟ بدك تبقى بال 500 دولار؟ بدك تبقى بالفقر؟ قولي لي. بس هيدا حرام، كل اللي عم تعمله حرام، كل وعودك كذب. يلي سواك بنفسه ما ظلمك. تذكري السعادة اللي بتكوني فيها من بعد ما تاخدي الحبة. لو بتعرفي من السعادة اللي هتحسي فيها من بعد ما تاخدي الشمة، كنت بتعرفي انت الجنة اللي بتاخدك لإلها. فاتن شيغي، بعالم المخدرات جنة على الأرض. على الأرض. بعد عني يا شيطان. فاتن، فاتن. هيدا الشقة اللي بشركتك وكنت طول عن صحابها مسافر. وطي صوتك عسى ما يسمعوك الناس. انت مجرم بكل معنى الكلمة، وانت شريته للمجرم. وتذكري منيح اللي شفتيه هون، اذا حدا غيرنا عرف فيه بيكون مصيرنا اتنيناتنا بالحبس. معك الحال اكبر دليل انك عم تتعاطي مخدرات. انسان حقير. وين بدك تروحي؟ بكره بترجع على الدوام. بابا، بتعرف شي شخص اسمه ناجي فرح؟ ناجي فرح؟ ناجي فرح؟ ما يكون مسؤول ديبو بالشركة اللي كانت عندي. مظبوط، وهو اتصل فيي وقال لي هيك. وليه اتصل فيك وما اتصل ببيك؟ لأنه ما معه رقمه. صحيح أنا غيرت رقمي، بس من وين جايب رقمك؟ من دفتر تليفونات تركته هدى بالشركة. مهم، شو بده؟ سمع بمؤامرة عم تحضر أمل لطفي تتفوتك على الحبس. ما معقولة هالمرة رح تجنني؟ يا عمي روقي لحتى نفهم القضية. رقنا، كانت الست أمل عم تحكي هي. ما تقولي ست. بتعرفي شو؟ حلي أنت القصة. لا أنت صديق، أنت حلها، لأنه أنا مش قادر أتحمل أخبار هاللي رح تطلع. لشو تحكي قدامها؟ كفي يا بنت. المهم كنت عم تحكي وشخص اسمه اسعد. اسعد شي ما بتذكر. اسعد، اسعد منعم؟ ايه مزبوط. بتعرفه؟ هذا اللي ضربته وفت على الحبس كرماله. كفي. اتفقوا انه يحطوا مخدرات بالديبو ويتصلوا بالشرطة ويحطوها فيك. هيدي خبرية بلا طعمة. بابا، الزلمة ما خبرني التفاصيل، بس قال لي انه محبته فيك بده يوصلك خبر بأي طريقة تتنتبه. هلا هو مزبوط صبي مخلص لإلي وطالب يجتمع فيي تيخبرني التفاصيل. وليه ما طلب يجتمع فيي أنا؟ لأنه ست أمل بتعرفك وما بده حدا يشوفه، بس أنا ما حدا بيعرفني. هذا منطق. أمتى الاجتماع؟ اليوم الساعة 5 بكفي. أنا بعرفه. خبرية مش هينة. أنا خفت يكون عم بيكذب أو في شي براسه، قلت بسألك قبل ما أروح. هيدا الزلمة مزبوط بيحبني، وكل الأسماء اللي ذكرها كمان مزبوطة، بس طالب إنه ما حدا يعرف. حلفني ما أجيب سيري لحدا غيرك، لأنه إذا انتشر الخبر بتشحطه من الشركة. معه حق.
روحي يا بنتي على الاجتماع، فهمي الخبرية. اوكي. ما راح تحلي عني يا أمان. اليوم بدي غيب عنك يا معلمي. ليه؟ شو عندك صفقة على حسابك؟ لا هي مش صفقة، خدمة لواحد بتعرفه. ومين بيكون؟ أسعد مني. دخلك هذا ما صار لنا زمان ما شفناه. مزبوط، وهلأ ملتهي مع وحدة رأسمالية. شو عم تحكي؟ ايه والله، واسمها أمل. شو اسم عائلتها؟ هو ما كان يقول، بس محسوبك عرف. اسمها أمل لطفي سعد، بتكون مرته لواحد اسمه وليد سعد وأفلس، وهلا عم يشتغل شوفير تاكسي. شو وين رحت معلم؟ ها؟ وين رحت؟ عم فكر. خبريتك مهمة بتسوى مصاري. ولو يا معلم، بعدك ما بتعرف انه تلميذك خطر وشرس؟ وهيدي أمل بده يجي يوم ونوصلها، وخد على مزراب ذهب رح ينفتح لنا. ولح تشوفها اليوم؟ لا، اليوم بدنا نركب ضرب على بنته لوليد سعد. هي هي منهم. غنوة اللي عنده غيرها؟ ما بعرف. خبرني عن الضرب شوي. الضرب بيقول انه بدنا نخلفها مع سامر، ابنه للرأسمالي الكبير ابراهيم لطفي. شو يا روني؟ عم بتفوت بالعيال الكبيرة ها؟ مصلحتنا بحاجة لعلاقات اجتماعية معلم. طيب كتير منيح. روح مول ضربك وتعال خبرني. يا اهلا فيك وبالست امل. قلي شو بدها مني؟ جايبه وثقه موتورات جديده، وانت معك خبر بالوثقه القديمه. طبعا مشروع ضرب السوق. شو المطلوب مني هلا؟ بالست امل مش حابه تدفع مبالغ جديده على الاعلانات، حابه تتكل على معارفها، وبما انه حضرتك من اعظام الرقبه قال بركي من خلال معارفك بتروج شوي للموضوع. على راسي، كل شخص بتعامل معه راح احطه بالجو، بس لا هي ما اتصلت فيه لانها اضطرت تسافر على دبي، بعت وراها الشيخ ايهاب عوزة ضروري، كلفتني بهالمهمه. ما يكون لك فكر، تجي من دبي وبكون عملت لها الطنه والرنه. الله يطول عمرك ويخلي لك ابنك. الله يحفظك. اسم الله علي، خبرتني الست امل انه خلص علمه ومحضرت له مشاريع كبيره. ان شاء الله بتضل بصحتها، بتحبه كانه ابنها. صحيح، بس مزعوجي شوي من وضعه الاجتماعي. خبرتك؟ يا ابراهيم بيك، الجمه شوي ولو؟ مش قادر تبعده عن هالبنت يلي دايره على حل شعرها؟ هي بنت غنوه، بنت وليد سعد. هيدا موضوع خلصنا منه من زمان. غنوه كانت رفيقته بالجامعه مش اكثر. خي طمنتني. الكلام بسرك، معلقه على شاب بيشتغل عندي بالمكتب، وتضل رايحه جايه هي وياه. شو اسمه؟ حسام شكري. والله وكيلك بيترك الشغل بحجة انه امه مريضة، بقوم انا بكتشف انه المحتال ظاهر معه. اليوم انا ناطره، قال لي انه ياخد امه لعند الدكتور الساعة 5، بس انا اكيد انه بده يجتمع فيها الساعة 5 بكفاءه ميتيه. ان شاء الله الليلة بيزعبوا من شغله. شو قلت لي اسمه؟ شو بدنا باسمه؟ بياخد لنا حديثنا. لا بهمني عارف اسمه. حسام شكري. ليه بتضلك معصبة؟ لأنه هيك مش قادر يفهم إنه أمل لطفي عدوته، ما رح تحل عنه. هو عارف، بس شو بيعمل؟ لك يا سلمى بضل يدافع عنه، ما فينا نجيب سيرتها قدامه. لقيته يقبرني، قلبه طيب وبضل طيب. هيدي مش طيبة، هيدي رشمنة. هيدي مرحية عم تخرب لي بيتي، بدي أقطع راس. انت شايفتيها؟ لا اكيد لا، وين بدي اشوفها؟
انت جهنمي يا سعد. لو ما انا جهنمي خلفتني امي سباعي. كيف؟ الله وكيلك ستنا، امي ما قدرت حملتني ببطنها اكثر من 7 اشهر. وحسب ما بتقول هي، الوقت اللي خلقت كانوا عيوني مبرزقين هيك مثل شي طفل عمره سنتين. يعني الموعد الساعة 5. الساعة 5 بتبلش الخلافات بين غنوة وسامر، وخيك أسعد بينزل فيهم حقن بهالاجتماعات المتتالية حتى يوقع الطلاق قبل ما يكون في زواج. بكي شي ستنا؟ لا بس شرايين رقبتي بتوجعني من كثرة الضحك. سبحان الله، في ناس بلايمها الزعل أكثر ما بلايمها الضحك. وأنا من هالصنف. من ورا وليد سعد. بلا عسيرة. عفوقة، بدي خريطة للمخزن وشي كم ورقة تيكون في عندنا مصداقية مع الشغل مع زلمتنا روني الحمش. روني شو؟ الحمش. ما تكون قلت اسمه الحقيقي لإبراهيم. قلت له اسمه حسام شكري، حتى إذا صار ما صار ما يستدله على مكانه. عفيك. دخلك شو هيدا اللي بين إيديك ستنا؟ دفتر شكت. يا إمي يستعملي؟ هيدي بنت عم تسيرك كرمال مصرياتك ودايرة على حل شعرها من واحد لواحد. بابا بترجاك فوق كل اللي سمعت وبعدك عم تدافع عنها؟ بدي شوف بعيني، بدي اتأكد. فإذا نروح على كافيه الأمتية الساعة 5 وشوفها قاعدة مع صاحبها حسام شكري. يا ماما ما بقى تحكي هيك عنا قدامه، عم بيعصب. ليه؟ لأنه بعده بحبها؟ لك من وين لوين بعده بحبها؟ ماما صحت الأرض فينا وفي إيه؟ سامر؟ الو. هاي حبيبي. بالبيت عند عمتي. اليوم؟ أي ساعة؟ اليوم ما فيي، عندي موعد مع الدكتور. ايه اخدي عمتي عند الدكتور أنا والبابا. طيب ما لي بحكيك انا غير وقت، اليوم عن جد عندي موعد ضروري. دغري بعصب. بين على السريع عصب. ليه؟ بده يشوفني بوقت معي موعد مع ناجي فرح مسؤول الديبو بشركة بابا. أنا محلك ما بزعل سامر كرمال حدا، حتى لو كان بابا بخطر. أكيد لا. مسيو ناجي فرح؟ نعم، دموازيل غنوة سعد؟ مظبوط. تشرفنا. حضرتك تفضلي. جربت قد ما في ما اتأخر تما نطرم، صعد انت نطرم. ما تعرفك وقت تفوتي، المهم ما رح ياخذ من وقتك كثير. وكمان تما حدا يشوفنا. تعطي هيدي الورقة لبيك.
شفتي مطرح ما في دويره حمراء هون؟ مدام امل لطفي عم بتدل مسيو اسعد منعم تيحط المخدرات. وانت كيف سمعتهم بلا ما ينتبهوا لك؟ ما حضرتك ما بتعرفي الديبو عنا منيح، وانا وين كنت واقف وهن وين كانوا واقفين. وليد بيك لو عم خبره كان دغري استوعب القصه. شو مفروض يعمل البابا؟ المفروض يسبقهم. كيف؟ لما اعرف انه حطوا المخدرات دغري بتصل ببيك وهلا بتعطيني رقم تليفونه، وهو بيتصل بالشرطه بصفه مجهول. وبركي قالوا انه المخدرات موجوده بالشركه قبل ما تستلمها الست امل. بتكون حجه ضعيفه، بس لما هن ببلغوا الشرطه بتكون حجه اقوى. فهمت. وبركي حطوا المخدرات بالليل، يعني قبل ما تكون انت جيت على الدوام. اكيد رح يحطوهم بالليل، بس انا كل يوم الصبح مبكر شوي ودغري بتصل فيكم، وهن ما رح يتصلوا بالشرطه بالليل او قبل ما انا اوصل، لان بتكون مش منطقيه. فهمت عليك. مغزي عشو، وليد بيك بعتبره مثل بي لإلي. لما صار اللي صار حسيت قصف ظهري. حلو مشهد. حلو سامر، تفاجأتي مع هيك. بعتذر يمكن قطعت لكم حديثكم او طلعتكم برات المود. سامر لازم تعرف انه انا هون. عرفت اللي بدي اعرفه. الكذب ما بيليق فيكي. بدي عن ثقتي فيك. سامر سامر سامر، اعتذر. انا اللي بعتذر. الواضح انه بحبك وصار في لغط. فاجأني وما حطيته بالجو مثل ما طلبت مني. لكن انا المسؤول. اذا بتحبي اعطيني رقم تليفونه وانا بتصل فيه. ما عليه، إذا اعتزتك ما رح أوفرك. ضروري، لأنه حضرتك بنت أعز إنسان على قلبي. ميرسي. باي. زمان هالقمر ما بين. كيفك يا فاتن؟ أكيد جاي تاخد تيبك وتفل. هيدي أمنيتك؟ بطل في شي بيناتنا ولا عنا أولاد. ليه ما بتطلقني وترتاح؟ لأنك بحاجة لإلي. وإذا بتطلعي جواتك بتعرفي إنه حاجتك لإلي أكثر من حاجتي لإلك. ليه؟ لأنه رح يجي يوم وتندمي على كل شيء عم تعمليه. أنا ضميري مرتاح ولهالسبب أنا موجود هون. وجاي تقول هالكلام؟ لا، جاي لإلك إنه بعد في مجال نكون سوا، وإنه الشخص اللي عم تظهري معه عم بيستغلك. ما حدا رح يحبك أكتر مني ولا رح تلاقي. زياد، عن حب ورضا وتنضل كل العمر أصدقاء. طلقني. عن حب ورضا. وعي يا فاتن، رجعي لضميرك. المشكلة اللي عم بيقطعوا فيها أهلك بتروح، ما في شد بدهم، فينا نرجع نعيش حياتنا مثل ما كنا قبل. بنصحك تدب غراضك وتفل، وإذا ما رح تطلقني رح أرفع عليك دعوة. بحجة شو؟ ما عم بشتغل؟ دبرت شغل. ما بجيب أولاد؟ بعتقد الدواء اللي أخدته
كيف يخليني اكون رجال طبيعي؟ انا ما عندي مشكله يا فاتن، المشكله عندك. اوكي، وصلت الرساله. اسبوع الجاي بيجي بياخذ النتيجه. فضل ما ترجع. اول على اخر رح ترجع تشوفيني، لانه انا المسؤول الوحيد عنك يلي بيحميكي من كل شيء. زياد الناعجي راح، وحيالله حدا بجرب يدق بعرضي، ما رح اترك له مجال يعيش.